اهلا مساء الخير. اهلا وسهلا. ممكن احكي مع الدكتور عبد الله اذا سمحت؟ الدكتورة سناء كلها في خدمتكم. تفضل. الله يبارك فيك. مساء الخير دكتورة سناء. مساء الورد. اهلا. بس عم حاول تسمعنا من التليفون وتوطي التلفزيون. معها عمرها 75 سنة تقريبا. تفضل. وبتعاني من سرطان الثدي. طبعا اكتشفنا الموضوع متأخر شوي. أوكي. وحاليا في عندها آلام فظيعة في جميع الجسم، مكان منتشر. طبعا احنا بنرجع في المدينة الطبية والآلام انتشرت في جسمها، وحاليا في المعدة وعدم أكل ومراجعة. ففي النهاية حكولنا انه لازم تحط لزقات على الظهر وشغلات زي هيك، الآلام فقط لا غير. لزقات على الظهر؟ لازم تحط لزقات على الظهر. ما بعرف شو رأيك دكتورة. أول إشي سلامتها ألف سلامة. عادة يعني ما بقدر أعطيك نصيحة مباشرة بدون ما أعاين الحالة بحد ذاتها، لأنه كل حالة لها خصوصيتها. يعني ممكن يكون نفس الورم بسيدتين، وهذا سؤالك مهم جدا، نفس الورم بسيدتين يتعالج بطريقة مختلفة. الأورام الثدي عادة، أنا متأكدة دكاترتها ممتازين وبيحاولوا يساعدوها قد ما يقدروا. يمكن اللزقات اللي بتقول عنها لزقات مسكن كتير منيحة إذا استعملتها. هلأ عادة أورام الثدي ممكن علاجها حتى في المراحل المتقدمة، يعني بنعالجها حتى زي أمراض الضغط أو السكري، أوقات إلها أدوية مزمنة. قد نصل إلى مرحلة ما بنقدر، بنلجأ لشيء اسمه الرعاية التلطيفية، اللي هي تسكين للألم بحيث إنه الإنسان يقدر يتعايش مع المرض. اللزقات اللي بعطوك إياها قد تكون نوع من المسكن كتير منيحة ما تستهين فيها. الشغلة الثانية، ألام بكل أنحاء الجسم، هل هي ناشئة؟ لازم أعرف. إذا كانت ناشئة عن ألام العظام، في إبرة بتنعطى بتريح كتير. يعني لازم ينعرف سبب الألام. إذا ألام في العظام ممكن تنعطى إبرة تخفف هاي الألام. المسكنات بصورة عامة اللزقات واحدة منهم، ممكن تأخذ حبوب كمان، تقدر ترجع للطبيب تطلب حبوب من أنواع تانية. وبنفس الوقت برجع وبقول أنا ما بعرف حالة المريضة. في حالات بنعطيهم الكيماوي عشان يخفف الألم حتى وهو منتشر، لكن أنا متأكدة أطباءك على قدر كافي من الكفاءة إنهم يحكموا على الحالة. نصيحتي إلك تأخذ اللزقات زي ما طلبوا، زي ما حكوا، وتفهم من الطبيب. ضروري جدا تفهم من الطبيب وضع المرض، يعني وين بالضبط. كلمة انتشر بكل جسمها هاي كلمة كبيرة. ما في ورم اسمه انتشر بكل الجسم، انتشر بالرئة، انتشر بالكبد، انتشر بالعظم. أوقات بنلجأ لعلاج محدد بالأشعة على مناطق في العظم بتوجع المريض كتير، بتريحه حتى بجلسة واحدة. فأنت أهم خطوة من سؤالك اعرف وين المرض منتشر، افهم من الطبيب شو وضعها. ما كلمة منتشر هاي بكل الجسم يا ريت نبطلها، نفهم من المريض، من الدكتور بالضبط ايش وضع المريض. عشوائية دكتورة هاي الكلمة، جدا عشوائية جدا. بعدين حتى لو كان بكل الجسم بحبها اقول لك لما بنتشر مثلا في كل الكبد نادر ما يعمل ألم. فيعني لازم اعرف وين بالضبط منتشر عشان اقدر نساعدها. افهم من الطبيب، التواصل المريض مع الطبيب كتير بيساعد. بس مبدئيا يستعمل هاي اللزقات، هاي قد تكون مسكن كتير كويس. ما دام قال الطبيب انه، واساله اذا في مشكله في العظم خليهم يعطوها ابره العظم، انا متاكده انهم ما بيقصروا. سلامتها الف سلامه. الله يسلمك يا رب دكتوره سناء، شكرا جدا على هاي المساعده. الو كمان اتصال، تفضلوا. محمد اسمعنا من التليفون يا محمد، انا سامع صوت التلفزيون عندك. كيف حالك دكتور؟ اهلا وسهلا، وطي لي صوت التلفزيون على الاخير واسمعنا من التليفون. اوكي تفضل يا محمد. سيدي بالنسبه في انا زوجتي حاب تسال يعني الدكتوره سناء، الحمل حاب تسال اخصائيه الاورام. والله يا دكتوره سناء تفضل. دكتوره سناء معك. تفضل. تفضل. السلام عليكم دكتوره. عليكم السلام، اهلين. كيف حالك؟ اهلين دكتوره. في بالنسبه انا زوجتي بدأت الحمل، طلع في الثدي عندها لغزات. قالوا لها يمكن هذا بعد الولادة بتروح.
اثناء الحليب مع الولاده بعد الولاده بتروح. طبعا انا صار زوجتي عمرها بنتي خلفت المراه وصار بنتي عمرها سنه وشهرين. وبعدها بترضع حاليا. ايوه. هل هذا ياثر على الثدي شيء رح جاي يعني؟ ايش اللي صار عفوا بالثدي؟ ايش اللي حصل؟ بدك معلش محمد ارجع عيد لنا بتروي. باول حملها مرتك صار معها افرازات. صار معها نغزات في صدرها. نغزات اوكي. نغزات نعم. افرازات. اوكي. فحكوا لي قالوا لي هاي يمكن بعد الولاده بتروح اثناء الحليب بعد ما ترضع وبعدين بتروح. هلا النغزات بحد ذاتها لا تعني وجود شيء او الاشي سلامتها، ومنيح انها بترضع باي ذا واي. الرضاعه شيء واقي وبيساعد، لكن بدي اركز على نقطتين. النغزات لا تعني وجود سرطان، خاصه اذا كانت في كلتا الثديين. قد تكون معه قد تكون مش معه، بس اهم شيء انه تنفحص من قبل اختصاصي. ما في كتل، نركز انه ما في كتل، مش بس نغزات، يعني ما يكونش في كتل، ما يكونش في تغيرات بالجلد زي ما حكينا قبل. الإشي المهم إنه سواء بترضع سواء حامل، وجود كتلة أو وجود تغيرات يجب أن يتابع، لأنه أورام الثدي اللي بتحصل خلال فترة الحمل أو بعد الحمل بست شهور هاي خطرة جدا، لأنه الكل بيهملها بيقول إنه من الحمل أو تغير أو الكتل هاي غدد حليبية كتير متعارف عليها إنه أوكي بالحمل. هذا الحكي مش مزبوط. يعني غدد حليبية ما في إشي اسمه غدد حليبية بتعمل كتلة. كثير بتمرق هاي الحالات اللي بتسمع منها. هلا مزبوط ممكن، بس عادة الغدة الحليبية بتروح، يعني ما بتضلها موجودة خاصة مع الرضاعة. نقدر نقول انه هاي من الاساطير المتوارثة بين جداً المجتمع اللي جداً يجب دحض هاي الاسطورة. السيد الحامل او اللي بترضع اي كتلة عندها لازم نهتم فيها اكثر من السيد اللي مش حامل. اها سمعتوا هاي، ارجوكم تتذكروا لي اياها هاي القصة بالبنط العريض. بس زوجتك ان شاء الله باذن الله امورها ممتازة. اذا كان باول الحمل صار نغزات وهلا صار لها سنة وشهرين بتردع، يعني الاورام اهم شيء فيها المتابعة. يعني صار له تقريبا الورم سنتين او الالم صار له سنتين وما صار اي شيء، ما صار اي تغيرات باذن الله، ما مالها شيء. هاي تنقلني لنقطه ثانيه اكد على اهميه المتابعه. يعني الورم الخبيث بده يتغير، مش راح يتغير خلال شهر وشهرين، بس خلال ست شهور اذا الكتله خبيثه او اذا في شيء خبيث بده يظهر. اذا زوجته حملت وولدت ورضعت وامورها كويسه معناته باذن الله ما في مشكله. ومن الحرص من باب الحرص اتوقع دكتوره بنقول افحص فلتفحص، يعني احنا بنشجعك على الفحص الدوري. هو هي تفحص نفسها. هو بيقول انه فحصينها باول الحمل وما كان في شيء، فان شاء الله باذن الله امورها ممتازه ان شاء الله يا رب. طيب بما انه احنا الوقت يداهمنا وما خلصنا يعني نص اللي بدنا نحكيه، معنا اتصال اخير رح اخذه بسرعه. سيد عزت عزات، سيد عزات تفضل انت على الهواء، معك دقيقه سريعه جدا. مرحبا اخي، اهلا وسهلا. بدي اسال بلد دكتور سناء. تفضل. انا قبل سنه عملت فحوصات عند اطباء خاصين، فحكوا لي انه في غدد عندي، حكوا لي هاي الغدد الموجوده غدد مش سرطانيه، ورحت راجعت مره وثنتين وثلاثه كان في نيه لاستئصالها، راجعت في مستشفى المشير فعند احد الاطباء فقال لي ما في داعي هاي غده ونساها. غدة وين؟ وين قالوا لك؟ نعم؟ وين قالوا لك الغدة؟ وين؟ في غدة تحت الأذن. أها. وغدة بالكتف. بالكتف. هاي هو محل ما الدكتور حاطط إيده. أها هون. طيب ماشي. غير هيك استفسارك سيد محمد. لا سيد عزات. استفسارك، سؤالك. الاستفسار هل إنه استمر راجع ولا انه ما راجعهم؟ تستمر تراجع او انه ما تراجعهم؟ طيب راجعهم. لا راجع. هاي دكتورة سناء رح ترد عليك. سلامتك، بس وجود غدة وما راحت، يعني هاي اللي انت بتسأل عنها ما لها علاقة على كلهم باورام الثدي، بس هاي غدة لمفاوية. هلا غدة لمفاوية اذا التهابية بدها تختفي، اذا ظلت موجودة لا، انا بقول لك لو سمحت راجع طبيبك. ما في غدة بتكون موجودة بمكانين بدون سبب. هاي لها عدة تحت أسباب، تحت الأذن وعند الكتف. أرجوك راجع، هاي راجع ونعرف شو نوعها، ورجاء أن يكون أخصائي أورام. نقول أيوة. رجاء راجع أخصائي أمراض دم وأورام، يعني أيوة. عشان نكون واضحين دكتورة بسرعة، موضوع قليل التطرق له، بس عم نسمع مؤخرا أنه سرطان الثدي ممكن أن يصيب الرجال.
طبعا. طيب هاي بنأكدها لل يعني برضو اللي أبوها صاحب السرطان الثدي ما مالها شيء. سرطان الثدي طبعا، لأنه سرطان الثدي زي أي، برجع بقول زي كل الأورام. نعم. وين في نسيج ثدي ممكن يصير تحول سرطاني. هلأ ليش نسبة الإصابة عند الرجال أقل؟ لأنه بالمنطق كمية الأنسجة الثدي عند الرجل أقل من المرأة، بالتالي نسبة إصابة الرجال 1/100 من نسبة إصابة السيدات، وما واضح الأمر. يعني نسبة قليلة جدا، لكن هو عضو موجود. وعندنا حالات في الأردن للرجال تتراوح من أقل سنة كانت 10 وأكثر سنة 25 سجلت حالات سرطان للرجال في الأردن. سرطان ثدي. أيوة. للرجال. سرطان طيب ثدي. لا سرطان الثدي للرجال، بعرف انه هو اقل تسلط يعني او اقل حاجه يمكن نسلط الضوء عليه، بس بضلوا افراد. بالعكس بالعكس. ايش ممكن ننصح الرجال؟ كشف مبكر كمان مره. لانه اسهل عندهم اكشلي من السيدات، يعني مجرد اي تغير عند الرجل بيقدر بسهوله يلاحظه، يعني بدون حتى مش محتاج فحص، تغير يراجع طبيب او يعني شخص مختص، تشخيصه عادة مبكر. برضو يعني الرجال بحاجة انهم يعملوا ماموغرام لا مثلا؟ لا ما فيش داعي، عادة ما رح اقولكم اعملوا ماموغرام، رح اقولكم اذا حصلت انه رجل لاحظ وجود كتلة، هذا لا ما يستبعد وجود سرطان، لانه ممكن يحصل سرطان ثدي عند الرجال. عادة ما بتحتاجش ماموغرام عند الرجال لانه كمية النسيج اقل. فبسهولة واضح جدا، مجرد عينة بتشخصه، علاجه نفس طريقة علاج سرطان الثدي عند السيدات حسب المرحلة وحسب النوعية. احنا ما حكينا انه النوعية بتحتم طريقة العلاج، انواع سرطان الثدي بالضبط، يعني مش مرض واحد. ليش الست فلانة كان علاجها كيماوي، الست فلانة اخذت هرمون ما اخذت كيماوي؟ مش لانه بتجامل فلانة او فلانة، هو لانه نوع الورم عند فلانة بحتاج هيك وهيك 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 نوع الورم. عشان هيك احنا بنرجع بنقول نوعية الورم يجب ان تحدد قبل اي اجراء. التشخيص الصحيح السليم العلاج. هو ثلثين العلاج، التشخيص الصحيح يا إخوان. وهي الدكتورة سناء كمان من الأخصائيين اللي صدفناهم اللي رجع أكد نفس المعلومة، افحصوا مرة اثنين ثلاثة أربعة، أكثر من استشارة خدوا أكثر من رأي. كلمة أخيرة دكتورة قبل ما ننهي، سريعا سريعا سريعا. أورام الثدي يمكن علاجها، العلاج يحدث فرق، مش بس بإذن الله ممكن يؤدي إلى شفاء، حتى الحالات المنتشرة ممكن تتعايش مع المرض سنين وتمارس دورها الطبيعي في المجتمع كأم، كزوجة، كأخت، كمرأة عاملة. أرجوكم ما تفكروا أنه حكم بالإعدام. أورام الثدي يمكن علاجها، وبأكد على شغلة كتير مهمة، جزء من الوقاية ممارسة الحياة الصحية، يعني الرياضة، ولا أعني بالرياضة الجيم، أعني بالرياضة مشي. قد ما نقدر نعمل أي نوع من أنواع الحركة، المحافظة على الوزن المعقول، مش ما بدنا مودلز، بس يعني اللي عند 15 كيلو أباف الوزن المثالي مقبول، هذا ما بيزيد نسبة الإصابة عشان أطمنكم، بس بلاش أكتر. والأكل الصحي، الخضار، الفاكهة، التقليل من اللحوم، لأنه الكل بيسألني عن هذا السؤال، ما تمتنعوا عنها، بتقدروا تاكلوها بس ما تمتنعوا عنها كومبليت، لكن خففوا منها اللحوم.